وعجائب صنعه الباهرة أن أبقى جزءاً من النبوة لمعرفة شيء من الغيب يطلع عليه من يشاء من عبادك في منامهم. قال عليه الصلاة والسلام: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. ففيها من بديع علم الله ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه، فتنبئه عن الماضي والحال والمستقبل ما يغنيه عن كذب الكهان ونحوهم. وفيها حث على الخير وتحذير من الشر وبشارة ونذار. وللرؤيا في الشرع مقام عظيم، فهي مع الأنبياء عليهم السلام تثبيت لهم في أشد المحن والأحداث، وهي لهم وهي وحي لهم دون غيرهم. قال إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فرفع الله مقام إبراهيم بتصديق الرؤيا وامتثاله أمره.